la voix de son voix. متابعي إذاعة من لا صوت لهم، أهلا بكم. تعيش عائلة المهاجرين السريين الجزائريين على أمل العثور على ذويها على الرغم من مرور 14 سنة من فقدانهم، إذ ترفض حتى الآن التسليم برواية موتهم في عرض البحر. هذه القضية الملتبسة عادت للظهور مجددا عقب الخبر الذي زفته السلطات الجزائرية للعائلات، إذ أبلغتهم بمحاضر رسمية من قبل السلطات الجزائرية حسب الوثيقة التي استلمتها العائلات بأن أبنائهم الذين تم توقيفهم من قبل خفر السواحل التونسية سيتم تقديمهم للمحاكمة في المحكمة الابتدائية في الكاف التونسية. تصريح ونداء السيد عوادي خالد أخ المفقود عوادي ياسين في ميكروفون إذاعة من لا صوت لهم. السلام عليكم، صحة فطوركم، صحة رمضانكم. معكم عوادي خالد أخ مفقود عوادي ياسين. أخويا انطلق في هجرة غير شرعية من سواحل عنابة في 8 أكتوبر 2008 وما بان عليهم حتى خبر. وأنا بصفتي شخصية وبصفتي العائلات كل إحنا منذ 11 أكتوبر 2008 إحنا في تونس رايحين هبطالعين هبطين الجلو، ما خلينا والو عجل خاوتنا وعجل أولادنا. ولقينا أدلة ولقينا إثباتات وقدمناها من السلطة تاعنا وقدمناها من السلطة التونسية، ولكن لا حياة لمن تنادي، ما كان حتى الجواب، ما كان حتى رد. إحنا السفارة تاعنا قبل ما تتقفل تجي الأزمة تاع كورونا كان سافير أو توفى دولك اسمه عبد القادر حجار، كي كنا نروحوا له نقولوا له كيفما ما كانش رد من السلطات التونسية، التبرير تاعو واش كان يقول لنا خويا؟ كان يقول لنا باللي راني كي نلقى السلطات نسقسيهم على أولادكم يقول لك ما تماش، نقول له ابعت لي وثيقة رسمية تثبت باللي ما كانش الداري يادم في تونس، يقول لك راه ما رجعوا الناس. هذا الجواب تاع السفارة والقنصلية تاعنا من 2008 ل 2022، هذا هو الجواب. يقول لك كي نسقسيهم فيربالمون يقول لك ما تماش، كي نقول له ابعت باريكري نعطاها للاهالي والعائلات راه ما يبعث ليهاش. بقينا نجريو ونجات كورونا حبسنا، احنا قعدنا في ديارنا. احنا قبل كورونا دفعنا الملف تاعنا في تونس في هيئة الحقيقة والكرامة، هذه الهيئة حكمت الملف درساته وكي وافقت وصادقت عليه الهيئة بعتوه للعدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية دي في تونس راهي تجيب حق اي واحد مظلوم في النظام القديم تاع تونس. احنا عم نعتبروا مظلومين وخوتنا مظلومين وقبلوا الملف وقبلوا العدالة. احنا في اواخر 2018 واول 2019 كانت 4 جلسات، رحنا احنا العائلات المحكمة الكاف وقفنا في المحكمة، مدينا شهادات، مدينا كلش وش عنا دي براف وش عنا معلومات اي حاجة مديناها، وتعهدت القاضية في المحكمة باللي رايحة تدرس كلش وبإذن الله راي يكون يظهروا لي براف اللي عنا، قلت لنا صحاح راني نجيبهم لكم. تهناو احنا خويا تقفلت الحدود، بقينا احنا ثم مستوى كيما نقولوا طبقه متوسطه وطبقه فقيره، احنا كنا نخرجوا باسكو تونس بحدانا هنا كنا نقضوا روحوا على البر. كي تقفلت وجا الوباء قعدنا في ديارنا، احنا قاعدين في الشهر الفضيل اخويا قاعدين نصوموا في رمضاننا ومتعايشين مع الجرح تاعنا ومتعايشين مع واش صرالنا وصابرين ربي حتى يدق الباب تاع المنزل ويجينا استدعاء. استدعاء من عند شكون؟ استدعاونا جاونا الشرطة، جاتنا الشرطة المختصة في ولاية عنابة، ردعتوا لنا رحنا لمديرية الأمن في ولاية عنابة، وهذا مديرية الأمن مشها أمن مختص دوليا في الأمور هذه، راو قدملنا مع وصلنا للأمن بعد يقول لك أنت شكون، تقول له تعطيه الهوية تاعك، يروح فركت في الاليست يلقى اسم خوك يقول لك فلان هذا، قال لي ياسين شكون، قلت له خويا، قال لي بلي راو سي باور راح حيتحاكموا ان شاء الله 15 اكتوبر. مدولنا استدعاء فيه بلي سوف يتم تقديمهم امام العدالة التونسية يوم 15 افريل. احنا حدود عقد حالة درنا طلب، طلعنا الشرطة قال لك حد ما نقدروش، احنا بلغناكم مبارك. زدنا رحنا الولاية، السكرتارية في الولاية قال لك احنا كاين فرع متخصص
بعت من الفرع ده تاع مديرية التنظيم والشؤون تنقل الأشخاص، قابلنا المديرة في المكتب، قلت لنا ما عندكمش حل، كاين زوز حلول باش تتنقلوا لتونس. الحل الأول تشريوا بيه وتروحوا في الطيارة، والحل الثاني كاين موقع في وزارة الداخلية، ادخلوا للموقع، نعطيت لنا كنا ندخلوا، ورحنا كل درناها هذه، دخلنا للموقع ده وزارة الداخلية وطلبنا رخصة استثنائية لأن عندنا جلسة. احنا بقينا نستناو وعرفناها باللي حتطول، اللي قدر يشري ويروح في الطيارة شرا. احنا كنا هنا في عنابة خمسة، في خمسة قدرنا نشريو بيه تاع الطيارة. في الجزائر جاو في ستة من جاية، باسكو عندنا مجموعة من جاية العاصمة من براقي، تلاقينا في فول فول ظهر فول واحد مع بعضنا، رحنا تنقلنا. احنا راهو رايحين خويا، رانا حلينا فرحة كبيرة 4 أيام هذيك. احنا الاستدعاء مدوه مام ناس محاميين، مدينا الناس ياسر في عنابة اللي يقرأ الاستدعاء يقول له وش تفهم فيه، يقول لك سوف يتم تقديمه من العدالة، واضح وضوح الشمس الاستدعاء. وصلنا لتونس العاصمة خويا، تنقلنا من عنابة لجاي العاصمة، ومن جاي العاصمة تنقلنا في طيارة لتونس العاصمة. وصلنا مع السيام والتعب ولينا بتنا في تونس العاصمة، ونضنا على الصباح هذيك الربع زدنا تنقلنا للكاف. الكافة دي تبعد على العاصمة بحوالي 350 كيلو 400 كيلو، زدنا تنقلنا وصلنا للمحكمة. وصلنا احنا في حدود 7 صباحا هذيك، 7:30 هكاك، جينا المحكمة مازالت ما فتحتش، بقينا نستناو في المحكمة. احنا نستناو في المحكمة كي بداو يجيو العوان والعمال في المحكمة، دخلنا وقلنا قدمنا الاستدعاء. الأعوان كي قرأ الاستدعاء قلنا لهم حتى احنا بلي انا ما عم بالناش، وجانا استدعاء، قالنا استدعاء واضح هذا، قالنا تما راح يجيبوا رب يجيبوهم يبريزونتيوهم، لانه لا كي تقرا انت، كي تقرا الاستدعاء خويا ما تعرفش بلي هذا بده ملويت ولا قد عندهم مده، مكتوب استدعاء بمجموعه 39 شخص شدتهم خفر سواح لدوله تونس، وسوف يتم تقديمه الى العداله يوم 15 افريل، نقطه الى السطر. اعوان تاني قالوا لنا بقراوا الاستدعاء، قالوا لنا بك يجيبوهم، اصبروا بك هذوك جويه 9 تبدا المحكمه. جويه 9 9:30 احنا قاعدين، يجينا واحد قالنا لي من نايب بالقنصل، قلنا له خير، قالنا انتم ما علاش جيتوا، قلنا له كنا عم بالك بينا جايين، قالنا انا سمعت بلي جايين، اعطينا له الاستدعاء، قلنا له احنا عندنا استدعاءات من المحكمه يعني كنا حتى جيتي انت، قالنا راني جيت باه نخبركم بلي كاين خطأ. وش هو الخطأ؟ قلنا داريه مش محيبريزونتيهم، قلنا له كيف مش محيبريزونتيهم، قال لك لا صرا خطأ. قلنا له وش هذا الاستدعاء؟ قال لك استدعاء جلسه سماع. سبحان الله خويا، قلنا له انت استصدمنا خويا، استصدمنا احنا، تشوكينا. انا في اللحظه هذيك خرجت من المحكمه، بعد دخلت القنصلية، خرج لي القنصل قلت له 14 سنة يجيني استدعاء وفرحان بلادي استدعتني بعد 14 سنة أول استدعاء من السلطات الجزائرية، وتقول لي روح لتونس وعدالة، والنائب دولة إنسان دار يخبر فيها في حاجة. قال لي خويا أصبروا برك دوك نفهمكم، أني طلبت القاضية ليلة قبل وراني سألتها، وراي قالت ملي مش حيجيبوا مساجين ثم يقدمهم العدالة، وقلت لي مش عارف ضدكم، اني قلت لي ما نرفضش حتى واحد في المحكمة، خلي يجي ومرحبا بهم. قال لي خش للجلسة، وبعد الجلسة قال لي تفضل من القنصلية نحكيه. احنا خرجنا ثم يعني في شوك في صدمة كبيرة، عودنا رجعنا للجلسة، دخلنا جات القاضية، جات القضية بها بالقضاة، باسكو هما لجنة متكونة من 5 قضاة ونائب وكيل جمهورية، جاو ترفعت الجلسة، بدات تدير في تمهيد هذاك تاع الجلسة. من بعد قالت لنا اللي سمعتهم يهزوا يديهم، احنا بدات تسمي كل بريسك سمعتنا في 2019، قالت لنا تقدموا لي، قدمنا احنا، قالت لنا بلي راكم انتم كل صاي سمعتكم بدكم سجل الحضور بليكم حضرتوا، قالت لنا وباقي الناس اللي ما سمعتهمش نزيد نسمعهم. قلنا لا احنا اللي سمعتين، احنا هم اللي كنا نجري، وكما نقولوا في 15 شخص احنا اللي كنا نجري، واحنا اللي عندنا ادله، واحنا اللي عندنا لي بريف.
بعد قد ما تقدموا بالواحد، تقدم هذا الشخص عبد الحق قودرية يجاع أخوه، تتقدم قالها سيد، قلت له وش اسمك واحد، قلت له مكتوب عندي قوادرية علي وين راح هذا، قالها وبابا، قالها وتوفى، قالها اني جيت انا في بلاصه، قالها عنده 5 شهور من يتوفى اني جيت انا، قلت له وش تقدر تعطينا اقوال على اخوك وكش ما عندك، قالها سيادة الرئيسة انا ما جيتش هنا به نمد اقوال ولا به، قلت له لا انتك هنا به نسمعك، قالها لا سيادة الرئيسة هاو عندي استدعاء ما يقولش وش قدر تهدري انت، مدلها الاستدعاء، كي مدلها الاستدعاء قلت لنا انا خاطئة الرئيسة، وقلت لنا انا خاطئة انا ما قدمتش الاستدعاء ده، انا خاطئة انا خاطئة دول الدولة تاعكم السلطات تاعكم، دار اخ المفقود هذا وكان معنا في الجلسة بعد ممثل، قال له تفضل انت ممثل تفضل تفضل تكلم، وقف عند الراسي الرئيسة وبدا يجيستي فيها على اساس ان الاداره تاعو حتى هو مش غلط باللي بلغ الاستدعاء، باللي الاداره تاعو اللي غلطه. من بعد الرئيس طلب ماذا، قلت له سامحوه، قال له سياده الرئيس انا كنا نسامحو انا ولا نسامحو انا، قال له مش حاجه دي اللي تاع نطلب من السماح، مش حاجه كيما نقولوا تافهه نسامحو نورمال، قال له دي ومصير عائلتنا ووالدينا محروقين. انا في اللحظه هذيك تقدمت قلت لها سيادة الرئيس نستأذن منك أنا ما نقدرش نزيح نتكلم، وقفت لها قلت لها سيادة الرئيس، قلت لها احنا 14 سنة محروقين، قلت لها سيادة الرئيس احنا ما فين، احنا جينا ومدينا شهادتنا يعني وسمعتينا ومدينا اللي بريف في 2019، احنا جينا على أمل انك من 2019 وقت اللي تقفلت الحدود البرية وقت كورونا باللي راكي بحثتي على الدراري ولقيتيهم، هذه ايش فهمنا احنا، وراكي عيطينا الاستدعاء يقول به تقدميهم للعداله، قلت لي انا، قلت لي انا عيط لكم، لا قلت لها انا ولا تعيطي لي انا شخصيا استمعتي لي وشهاده مديتها، قلت لي ما قلت ما تقول، قلت لي انا خاطئ حصل لي هذا الاستدعاء وجاكم من عند الدوله تاعكم، لو جاء الدوله تاعكم اللي غلطت، ولا قلت انا ما عيط لكم شهاده سماع، انا خاطئ وما نتحملش المسؤوليه وما نتحمل حتى دم، قلت لها سياده الرئيس نحكيو يعني كإنسانية يعني مش انتقادية، وانا نحكيه كإنسانية، احنا مسلمين واحنا كالشعب التونسي كالشعب الجزائري يعني الحدود دي يعني نورمال ما تعتبرش الاستعمار اللي خلى حدود، انا شعب واحد وبلد واحد ونفس الدين، قلت لها لوجه الله، قلت لها انا راقد في داري يطبطب علي الدولة تي يتمد لي استدعاء مكتوب فيه سوف يتم تقديمه الى العدالة، قلت لها ربع ايام ميتين بالفرحة، وجينا قلت لها الحدود مقفولة دا وصلنا تعبنا وما عليش، قلت لها اني جاي على نشوف خوي انا ما عندي حتى بتحكي لي والو وانا جاي نشوفه، قلت لي احنا ما عنديش انا مكانش، هنا كانت صدمة يعني احنا تصدمنا خلاص، قلت لها انا الرئيسة، قلت لها يا الرئيسة انا مالفي جيني جيت 3 جلسات لتونس، بس كي جيت كيف ما جيت كنت تستدعي يعني، باسكو احنا في القارب فيه 39 جزائري وفيه 3 توانسة وفيه مغربي، احنا 3 توانسة عندنا اتصال كبير معاهم وتم يعادوا يعتبروا من العائلة تاعنا، احنا كنت تستدعي استدعاء الى التوانسة كي يقدموا لهم الاستدعاء تقول لهم بلي في الجلسة نهار الفلاني خبروا الجزائريين، قلت له سيادة الرئيسة كي كنت تخبريني 4 جلسات جيتهم كانت تخبرني التونسية، انا كانت تونسية تقول لي باللي راهو عندكم جلسه جاني استدعاء لكم حتى انتم قلت لكم القاضي يروحوا، قلت لها يعني وعلاه تركي يجيني استدعاء انا بالقنصليه ولا بالاداره، يعني هي تاني كانت في صدمه كبيره وتعاطفت معنا لدرجه كبيره، تعاطفت معنا وهي كانت ديما تنفي انها هي خاطئه ما تتحملش المسؤوليه، انها المسؤوليه تبقى في بلادنا احنا، المسؤوليه تبقى في بلادنا احنا، ونائب القنصل قال لك شغل حتى اخرج من المسؤوليه، قال لها مش نحن القنصليه اللي غلط، الاداره اللي في الجزائر اللي غلط، وحنا خويا زيد معلومه بعد ما جينا للجزائر وتقبلنا شيء وقعدنا في ديارنا بعدها رحنا لمكتب الامن اللي بعث لنا الاستدعاء وخبرناهم، كي وصلنا حتى هم قلنا يعلموا بالموضوع ورام قالوا لنا رانا مشوكيين، حتى احنا اخويا قلنا انا ما نغلطوش، والاستدعاء كيما جاني تيليجرام كيما جاتي ارساليه خبرناكم، ما زدنا حتى حرف الشيء اللي جانا راه خبرناكم، احنا والله صدمونا اخويا، احنا عقبنا 4 ايام فرحه كبيره، احنا الدار تحلت
وجاونا العائلات والناس كل قاعدة تبارك لنا وفرحانين، نوصلوا تما نتصدموا نتصدموا نتصدموا، يعني ما تقدرش تتصور والله. تظلمنا، مش نقول لك انا تظلمت شخصيا، انا معليش نتحمل، بس بدها تظلم لي والديه بعد 14 سنه، تتصل بي الدوله تعاود تحيلي جرح جرح بعد ما برا وبعد ما صابرين بيه وحاملين، تزيد يجي يطبطبوا عليك الباب ويزيدوا يخبروا والديك يفرحوهم. عندك حاله نفسيه دوك الوالد والوالده والله منهاره ما تقدرش تتصور والله. من نهار الجمعه ب 15 ابريل اليوم هذا والله حالتها النفسيه تعبه تعبه لدرجه والله ما نقدرش. من نهار واحد ما خسرتش في وجهه، ما قدرتش نخسر في وجهه. انا اخويا من الفرحه انا رحت شاريله فيستا، شاريله سروال، شاريله صباط، ورايح بدا نفرح بخويا ويخرج اللبس، و14 سنه ما لقيتوش ما شفتوش. نوصل تمي يخسروا عليا والو، خسروا علينا كلمه خطأ والله خطأ. هذيك زيت لمبة حتى استقبلونا ولا قالونا كي جينا من تونس هنا أرواح وفهمونا في الوضعية وقالونا بنعاونوكم، ما كاين والو. خطأ بعتونا إنسان قالنا خطأ، والقاضية قاعدة تقول الدولة هذيكم اللي خطأت بيناتكم وأنا خاطية وفضت هنا. رغم وإحنا عنا عنا تشوف 14 سنة يا أخي ويا مستمع الكريم، والله 14 سنة ما فقدنا الأمل، لأنه عندنا أدلة حية وعندنا شهادات حية وعندنا أمور يعني اللي تقنع باللي فاوتنا احنا رام حيين. عندنا شهادات حية تسمى كي جاتنا عن طريق الدولة تاعنا، وإحنا قاعدين في ديارنا إحنا قلنا دي ساعة فرج جات وفرحنا لدرجة كبيرة. وأي إنسان نقدم له الاستدعاء ونقول له أقراه كي يقراه يفهم الاستدعاء مكتوب فيه سوف يتم تقديمهم إلى العدالة. ما في تونس كي دخلنا اعوان والكتاب اللي في المحكمه كي قدمنا لنا الاستدعاء قالوا لنا دم حيجيبوهم. نناشد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، شوف حالتنا، شوف حالتنا، وجيب لنا اولادنا. اولادنا تحكموا بكري في 2008 وانت شديت الحكم درك، هذا مشكله دم اولادك يا دم. هذا الناشد رئيس الجمهورية، أنا بإنسان صفتي الناشد رئيس الجمهورية، قضيتي في يد رئيس الجمهورية والأمل تاعي الكبير في رئيس الجمهورية بصفتي مواطن، بصفتي انتخبت في الانتخابات وانتخبت عبد المجيد تبون عن بالي، وعندي أمل حيجيب لي خويا. أنا نناشد رئيس الجمهورية، يا رئيس الجمهورية يا عبد المجيد تبون، فرحلنا والدينا، فرحلنا والدينا في الأواشر هذا، كما حزنوا وكما فرحوا فرحهم يا سيادة رئيس الجمهورية. أنا ما نقولكش تفتح تحقيق وتشوف شكون الخطأ، بس كان بالي ما كانش خطأ، أنا إنسان قانع ما كانش خطأ، كانت عملية سوف تتم وكانوا حيمدولنا خاوتنا. من بعد حد التغيير حبسوا كلش. لذا أنا نناشد رئيس الجمهورية تجيب لنا 39 جزائري يا دم، جيبهم لي يا أخوي. أنا أخويا قابل به يا رئيس الجمهورية، أنا قابل بخويا كما تجيبه، أنا خويا مية قابل به، خويا كان هبل مهبول قابل به، خويا كان مرتاح قابل به. سيادة رئيس الجمهورية كان خويا طلب ندفع على الصوارد نخلصه، وخويا احنا مستعدين نبيعوا السكنات تاعنا ونخلصوا عليهم ونجيبوهم. احنا أنا عبد ضعيف، أنا مواطن بسيط، أنا نطلب في حق حرية، برك حق الحرية في أخي ما طلب والو. احنا رانا محروقين، رانا 14 سنه محروقين، وعندنا امل يا اخي، راهو عندنا امل كبير، باسكو عندنا دي بروف. احنا 39 شاب، مش 7 ولا 8 في قارب، راهم زوز قوارب فيهم 39، وعندنا معلومات اكيده باللي راهم في السجون التونسيه، وحنا وصلنا لهم حتى للسجون. يا رئيس الجمهوريه، يا رئيس الجمهوريه، في ايامات الاواشر هذه ارحم والدينا. ما نقولكش ارحمني، انا ارحم والدي، ارحم والدين، رام والدين، رام محروقين على اولادهم والله، تعبوا والدينا تعبوا. شوفوا شو نطلب من السلطات، كل اي انسان يقدر يعاوننا يعاوننا لوجه الله، يعاوننا. ده نداء ونداء للسلطات كل وللناس كل اللي قادر تعاوننا، عاونونا وجه ربي في الملف هذا. انا محروقين، راهي 14 سنه، 14 سنة وحنا صابرين، زادوا حيولنا جرح كبير وزادوا مدولنا أمل كبير. حنا درك زاد أمل زاد كبر أكثر من قبل
باللي اخونا اخو خواتنا مازالهم حيين. احنا خفنا كش ما صرا لهم في السجون، بس خلاص جاتنا معلومه دوك بالاستدعاء ده باللي راهم حيين ومازالوا في السجون. احنا نناشد رئيس الجمهوريه ونناشد وزير الخارجيه رمضان العمامره، انت راجل قوي يا رمضان العمامره، احنا نتبعوا فيك خارجيا، جيب لنا اولادنا، جيب لنا اولادنا يا وزير. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العدد. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.